أرحب بالسيد مهند الخطيب مدير وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والناطق باسم الوزارة. أهلا وسهلا بك معنا سيد مهند. يعني تم اختيار المساقات النظرية لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط على أن تكون إلكترونية. ما هي خطة التعليم العالي للعودة التدريجية الكاملة إلى الحرم الجامعي؟ نعم ستي، بداية أسعد الله مساءكم ومساء جميع الإخوة المشاهدين عبر تلفزيون المملكة. وحقيقة كانت هذه القرارات التي صدرت اليوم من مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بآلية التدريس في الفصل الصيفي القادم 2021 ضمن الخطة للعودة التدريجية لأبنائنا الطلاب إلى الحرم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الجامعية والكليات. وحقيقة هذا القرار الذي صدر اليوم أخذ بعين الاعتبار عاملين رئيسيين. العامل الأول هو الوضع الوبائي والتحسن الملموس الذي نشهده حاليا في المملكة وانخفاض الإصابات وانخفاض نسبة الإيجابية في الفحوصات التي يتم إجراءها. النقطة الثانية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسابيع الماضية وبالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة أطلقت حملة استهدفت من خلالها تطعيم 41,439 عضو هيئة التدريس وإداري، إضافة إلى 9,000 طالب في المراحل السريرية لتخصصات الطب والطب البشري ودكتور الصيدلة والتمريض. وهذين العاملين كانوا سبب رئيسي في أن يكون أو أن تبدأ العودة التدريجية على الفصل الصيفي الحالي، على أن تكون هناك إن شاء الله عودة أكثر شمولاً للتدريس الوجاهي مع بداية العام الجامعي القادم 21-22، والذي من المتوقع أن ينطلق بإذن الله في بداية شهر أكتوبر 2021. إحنا بنتحدث عن تقريبا قرابة 4 أشهر، سيكون هناك مزيد من عملية التطعيم بشكل عام على مستوى المملكة، وكذلك مزيد من حملات التطعيم للفئات المستهدفة من أبنائنا الطلاب وداخل الحرم الجامعي. يعني حتى ذلك الوقت بداية العام القادم كما تحدث من الممكن عودة المساقات جميعها إلى الوضع الاعتيادي الدراسة الوجاهية؟ نعم، هذا ما نصب إليه حقيقة. إحنا المجلس أراد أن تكون العودة إلى الحرم الجامعي في الفصل الصيفي رغم تحسن الوضع الوبائي، لم نريد أن تكون عودة مفاجئة وبأعداد كبيرة لأبنائنا الطلاب، بل كانت عودة تدريجية أخذت بعين الاعتبار التخصصات وأهميتها من حيث إعادة مثلا طلبة الدراسات العليا بجميع الشهادات العلمية من الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، إضافة إلى طلاب المراحل السريرية في تخصصات الطبية. ومع مطلع العام القادم بإذن الله تعالى بالتأكيد يكون لدينا عودة وجاهية بشكل بدناش نحكي كامل 100%، لأنه التعليم الإلكتروني لابد وأن يبقى جزء من منظومة التعلم في مؤسسات التعليم العالي مستقبلا، خاصة وأن مجلس التعليم العالي كان أقر نظام دمج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، والذي من المتوقع أن يبدأ تطبيقه مطلع العام القادم بمشيئة الله. ماذا عن الامتحانات؟ هل ينسحب ذلك الكلام أيضا على الامتحانات؟ ما هي الآلية التي توصلتم إليها لعقد الامتحانات؟ وهل من الممكن تطبيق مبدأ راسب ناجح في الامتحانات؟ نعم، حقيقة بالنسبة للامتحانات أختي الفاضلة، إحنا الفصل الدراسي الصيفي من المتوقع أن يبدأ في مؤسسات التعليم العالي بعد قرابة 3 أسابيع من الآن، وبعد 2 أو 3 أسابيع سيكون هناك امتحانات وتقييمات فصلية ثم امتحانات نهائية. وارتأى مجلس التعليم العالي حقيقة أن يؤخر النظر في آلية عقد الامتحانات الفصلية والنهائية وكذلك في تطبيق مبدأ الناجح راسب إلى الأسابيع القادمة، حتى يكون هناك مزيد من المتغيرات التي ممكن أن تؤثر في اتخاذ هذا القرار. ماذا عن آلية الامتحانات المتبعة للطلبة الوافدين الموجودين خارج المملكة؟ نعم، بالنسبة للطلبة الوافدين نستطيع أن نقسمهم إلى قسمين. إذا كان الطالب ضمن طلاب الدراسات العليا، ونظرا لكون أعداد الطلبة في برامج الدراسات العليا قليلة خاصة على الفصل الصيفي القادم، عادة ما بيكون في مساقات مطروحة لطلاب الدراسات العليا، مع الأخذ بين الاعتبار أنه أصلا الفصل الصيفي حتى لطلاب البكالوريوس والدبلوم هو فصل اختياري وليس إجباري. الطلبة الوافدون بالنسبة للدراسات العليا الموجودين خارج المملكة لابد أن يتم تدريسهم بشكل متزامن مع المحاضرات التي تدرس داخل
داخل الحرم الجامعي باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، بمعنى أنه إحنا نريد عضو هيئة التدريس اللي عم بيدرس المحاضرة المتعلقة بطالب الدراسات العليا في الحرم الجامعي بنفس الوقت عم يعطيها للطالب الوافد الموجود في الخارج، حتى نضمن أن تكون هذه المحاضرة تفاعلية. بالنسبة لطلاب مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الموجودون خارج المملكة، إحنا تركنا للجامعات أن تضع آلية لتدريس هؤلاء الطلبة إلكترونيا عن بعد في جميع المساقات اللي نصت قرارات مجلس التعليم العالي اليوم على تدريسها في الحرم الجامعي، لكن طلاب المراحل السريرية في التخصصات الطبية الأربعة اللي ذكرناها حقيقة لابد أن يكون الطالب موجود في الحرم الجامعي وداخل المملكة. سيد مهند، إلى أي مدى يمكن تغيير هذا القرار في حال ظهور موجة ثالثة أو انتكاس الوضع الوبائي في الأردن وانتشار فيروس كورونا لا سمح الله؟ نعم، يعني حقيقة كل من يتابع قرارات مجلس التعليم العالي منذ بداية جائحة الكورونا في شهر آذار عام 2020 وحتى اللحظة يدرك تماما بأن قرارات مجلس التعليم العالي كانت قرارات مرحلية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي وتطوره في المملكة، سواء بالشكل السلبي لا سمح الله أو بالوضع الإيجابي نسأل الله أن يستمر على ذلك، إضافة إلى أنه بالنسبة لنا للوزارة وللمجلس ولمعالي الوزير صحة وسلامة أبنائنا الطلاب هي خط أحمر لا يمكن بالتأكيد المخاطرة به. لا سمح الله إذا واجه المستقبل قبل بداية الفصل أو خلال التدريس في هذا الفصل أي تطورات سلبية لا قدر الله، بالتأكيد فإن مجلس التعليم العالي سيأخذ القرارات المناسبة في تلك اللحظة، وهذا ما شاهدناه في الفصول الماضية عندما كانت بعض أحيانا تبدأ عملية التدريس بشكل وجاهي في الحرم الجامعي ثم يتم الانتقال إلى التعلم الإلكتروني نتيجة لتطور الوضع الوبائي بشكل سلبي لا قدر الله. شكرا جزيلا لك مدير وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والناطق باسم الوزارة، كنت معنا السيد مهند الخطيب، شكرا لك.